محمد بعت سؤال مهم جدا، خلينا نتفرج على السؤال وبعد كده أحاول أجاوب عليه. Hi Saif, very good show, very informative. سؤالي ليك، إيه رأيك في اللي بيحصل في السوق؟ يعني هو أول ما حصل مشكلة الكورونا فيروس نزل 30%، بس دلوقتي رد جامد جدا لدرجة إن هو قرب وذن يعني أقل من 15% من all time high، وبالنسبة لي ده doesn't make any sense، لأن كل الـ unemployment numbers اللي طالعة عالية جدا، و يعني البلاد كلها عالميا قافلة تماما، فده لازم يرفلكت على الفيوتشر ايرنينجز بتاع الشركات، وبالتالي سعر الأسهم المفروض ينزل. ده تقديري أنا، فأنت إيه رأيك؟ السؤال اللي محمد سأله سؤال مهم جدا جدا فعلا حقيقي، لان مفيش وقت اكتر من دلوقتي احنا قادرين نشوف الجاب والفرق الرهيب ما بين الاسعار بتاعت البورصه والاسهم وطايره في السماء في حتت كتير قوي، وفي نفس الوقت الفاندمنتالز والاساسيات بتاعت الشركات ديت لا تمت اي صله للي بيحصل ده. وطبعا احنا لو نيجي نرجع نحلل الامور ديت هنلاقي زمان قبل سنه 2000 كانت الشركات بتعتمد والناس اللي بتستثمر في البورصه بتعتمد على يدرسوا الشركة ويشوفوا ربحية الشركة، الماكرو ايكونومكس بتاعها، المنافسة اللي حوالين الشركة، الأرباح اللي هي هتحققها، فبالتالي يقدروا يعرفوا إذا كانت الشركة دي هتكبر ولا لأ، فيشتري السهم ويستنى عليه لغاية لما يعلى سعره ويرجع يبيع. بعد سنة 2000 الحياة اختلفت كتير قوي، دخل بعد كده التكنولوجي والكمبيوترز، وبدأت الناس تعمل تريدينج من البيت، وبدأت الناس تعمل تريدنج من الشركات، فالموضوع اختلف وبقى يحصل سرعة جامدة جدا في التريدنج. الحق يتقال الاهتمام بالفاندمنتالز بتاعت الشركة أصبح تقريبا ملوش أهمية كبيرة بالنسبة للناس اللي بتضارب في البورصة أو اللي بتأثر على الأسعار وبتشتري. بقى من ضمن العناصر المهمة في إن أنت تحدد سعر السهم مين تاني بيشتري السهم أو مين تاني بيبيع السهم. في كونسبت أو دراسة طلعت في 1987 اسمها DSI Daily Sentimental Index، ده بيمجر أو بيقيس الحالة السيكولوجية بتاعة الانفستر في إزاي هو بيتحمس، وطبعا لقوا إن كل ما بيبقى النظرة يعني فيها تطلع للمستقبل كل ما السعر بيعلى، كل ما النظرة بتبقى تشاؤمية كل ما السعر بينزل. طيب لو جينا نبص مثلا على البيتكوين هنلاقي ان البيتكوين ده اكبر مثال في الدنيا على الايموشنال تريدنج، اكبر مثال على الايموشنال تريدنج. النهارده انت بتبيع وتشتري في ايه بالظبط؟ ايه اللي تحت البيتكوين؟ قول على الاقل البترول، اهو بترول يعني في ماده، الصويا صويا، الكوفي القهوه قهوه، دي الكوموديتيز. او لو انت بتتكلم على أسهم أهي على الأقل شركة. البيتكوين ده إيه؟ أنت يعني حتى عملة لسه ما بتمش التبادل بيها، يعني كان لسه الناس كانت بتشتريها لسبب واحد فقط لا غير، إن بكرة هتبقى أغلى. وقعدت تطلع طلوع رهيب، ولما وقعت وقعت ورهيب، فالعملية إيموشن. فأرجع تاني لمحمد وأقول له إن طبعا في الوضع اللي احنا شايفينه ده الفرق والجاب الجامده جدا ما بين الاسعار بتاعت البورصه حاليا دلوقتي وما بين الفاندمنتالز ده هيجي عاجلا ام اجلا هيحصل نوع من التوازن. يعني ايه نوع من التوازن؟ يعني الاسعار بتاعت يا اما طبعا الفاندمنتال ده يطلع، وده في الوضع الحالي هيطلع ازاي؟ اذا كان لا في ديماند ولا في سبلاي. حتى لما الديماند يبتدي السبلاي هيبتدي الديماند بالراحة، لأن الناس مش مرة واحدة هتسويتش الموضوع وهينطوا يركبوا كلهم طيارات وكلهم يدخلوا يروحوا المطاعم، هيفضل برضو الوضع بالراحة.